نخرج هتجنن واشوفك بالطقم الجديد. I swear انت لو ما خرجتش انا هدخلك. خلاص انا طالع اهو، بس غمضوا عليكم. جوني اخلص بقى. جوني من البلد دي، ريلي من البلد دي، بلد ابويا وجد جدي. او ماي جاد، تصور معرفتك فور سكند، شكلك اكستريملي كول. ريلي جوني انت عارفني ما بحبش المبالغه، شكلك كده فعلا بقى سعيدي سعيدي. ممكن بقى تفككم الكلام ده عشان احنا اوريدي متاخرين. طيب قولنا ورانا ايه. اوكي الساعة 10 هنروح عند ابو حماده البيت عشان عندهم ايفنت مهم. اوكي الساعة 12 هنروح نزور مدرسة المزاريطة الابتدائية. الساعة 2 في طقس اسمه حنة بيعملوه البنات، هنروح نحضره. اوكي استعدنا عشاء بالله، ليتس جو ليتس جو. بالوكل يا ست الناس. خش شوف يا فزاع، ده قديله اكتر من 24 ساعة على الحال ده وما دكش الزاد يا كبدي، وانا خايفة لا يجرى له حاجة، والنبي تخش له ده بيحبك وهيسمع كلامك. اطمن يا ست الكل، الموضوع ده هم اللي هو ليلة. سو كيوت، تبتلك احسن فرصة في الناحية كلاتها، فرصة ليك بالعمدة الدديل. لا 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 ما ينفعش اركبها، مش طالبه مخمضه، انا لسه فاتر فروت سالاد، مش هينفع. بعدين انا لابس جلابيه، ده هيجيب لي تسلخات. طب امر يا سيدوني، كله مودود، حمار، بغل، دمل، داموسي. هو لازم العمده يركب حيوان؟ ايوه. الحاجه اللي طلبتها منك وصلت؟ من 6 الصبح. I love this song. بتعدي في حته نهارتي بيتقطع من حته لحد 6. فين الحاجه؟ اهي بره، تعالى. السلام عليكم يا كبير. باي. ايه هنجلبوها مناحة ولا ايه؟ ما خلاص يا كبير، اللي حصل حصل، يا ما دكت على الراس طبول. لا هتقعد كأنك اتميت. ام خد نصيحة مني يا كبير، كبر الجيه وروق الديه. ولا اللي هقول لك ولا ايه؟ بس تعرف يا كبير الموضوع يعني يكدر ويزعل. قاعد لميق ولا عليك، قلت لك عيل اصفرك ده يقول لك انا اخوك. لو ايه ده ياخد اللي وراك واللي قدامك وفاجئه من عمودية كمان يسيبك كده، لا حول ليك ولا قوة. طب هتعمل ايه؟ هتقعد تعجن وتخبز مع الحليم؟ بص يا باشمهندس، عاوز بيتي يكون بيعبر عن شخصيتي، زي تاتوهاتي يعني. بص هنا جوني، بص مكتوبه ازاي، بص ليبرتيتي الخراطيش، يعني رجل شرقي مصري، حتى الصميم فاهمني. انا عايز بيتي يبقى كده، عايز الجيم يبقى الستايل بتاعه كده، عايز حمام السباحه يبقى هنا شرقي برضو، يعني مثلا ممكن اعمله ارابيسك. مش غريبه شويه؟ غريبه شويه ليه؟ انت ليه تقليدي؟ عايزك تتجنن، اتجنن معايا يا اخي شويه، مش ممكن قفلني. معلش اتجنن. ممكن نعمل برضو اقول لك العوامات مثلا على شكل قرص الجله. جله او طعميه واتيفر، يعني اي حاجه اي قرص. ممكن يبقى مثلا في قدر عايمه في البول، يعني جو شرقي. هو بتعمل ايه يا جزمه انت؟ وهو هم التمثال يا ولد. اهدى بس يا كبير، انا هفهمك. اتفهمني ولا نيله، لم المقاطيع دول واطلع يا اما هتخكم النار. لا ده مش حقك، مش حقك. انا ليه نص الدوار ده بالظبط؟ سيب الناس تشوف شغلها. ماشي يا بسكويتي. فيري ويرد. المهم عايزين نعمل بول. يلا يا مناديع يا ولاد المناديع. رجالة احنا هنعاوز نسيطر على البلد من تاني، وهنبدأ من هنا. الدوار، الدوار الكبير اللي محدش هيقدر يهوب نواحيه واصل، مش الكبير اللي هيتلطخ على قفاه ويسكت. احنا هنضربه
وضربتنا هتكون قوية وبقبضة من حديد. بقبضة من ايه؟ حديد يا كبير. ما بتردش. دين انا هجرب تاني. على فكرة انت اخوك كبير ده زودها جدا. هاي انا الكبير. لا زوني انا قصدي اخوك الكبير. يعني بتقفر تقول ال يعني ايه؟ هفهمها كده. يقصد النيك نيم. بالظبط النيك نيم. اوكي ايه ده؟ الف سلام عليك. انت داس على ايدك جرار؟ لا انا ما متعورش. دي زي دي. الحق ده كمان عامل لون شعره لون شعرك. ادرس بص انا بحبك عشان كده بي يور سيلف مان. كيف يعني؟ في مثل مصري قديم بيقول لك ما تحاولش تبقى اي حد تاني غير نفسك. قدامي قدامي يا تفتوف انت. بليز ليت مي جو. ليت مي جو. لسه عندنا شعري. الحق يا كبير الحق. لقيت ايه؟ لسه عندنا شعري بقول. يا مرحب يا مرحب. يا القطقطة الشقرة ام عبود ما هربتش معاهم؟ لا يا كبير استنت عشان تتلقى وعده. ده اخوك جوني. الو اشلي. ايه ده انت صوتك عامل كده ليه؟ يعني هو البعيد ما عندهوش تمييز؟ ده ينفع يبقى صوت مرة؟ ليت مي جس. الكبير؟ ايوه انا الكبير. السنيوره بتاعتكم عندينا هنا في الحفظ والصون. هتقل عقلك وتبلغ الحكومه. انا اقرسها لك نقريسه زينه وارشها لك سكر وادخلها لك الفرن وارجعها لك كحكه. معلش اخر حته هترجعها ايه؟ كحكه. بص انا برضو لسه ما فهمتش ده تقصد ايه بس واضح انها حاجه وحشه. صدقني يا كبير لو حطيت ايدك عليها وديني وديني اعلى ما في خيلك ولا خيليه. ما انت عيل فرفور اصلا. اعلى ما في بيتش باقيك اركبه. او ماي جاد او ماي جاد. ايه يا فزاع؟ امريكا يا ست الناس. عينيك عليها ما تفرقهاش ووعاك تغفل عنيها دقيقه واحده. امر جنابك. حلو الموبايل ده. لا بقى كده الموضوع بقى اوفر جدا ولازم نبلغ البوليس. ما ينفعش نبلغ البوليس. ده بيقول لي هينقرشها لي نقرشه زينه ويحط عليها سكر ويدخلها جوه الميكروويف ويطلعها لي بتاع دوت كحكه 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 كحكه. وبعدين ما ينفعش اقول ممسك العموديه يعني احبس اخويا. يعني جو رخيص جدي. ماشي يا جامدين هنعمل ايه؟ مش عارف بس اي ثينك ان احنا لازم نروح مكان هادي نفكر فيه بدل الغيب ده. عندي يا سيدوني. اي عندي واحده كفايه والله العظيم. ما في اهدى من دوارنا وان ما شلتكش الارض نشلوك فوق حبابي عنيني. ها يا جوني فكرت هنعمل ايه؟ بس فكرت هنعمل ايه؟ سامع بس فكرت هنعمل ايه؟ كان في فكره في دماغي بس راحت بعد ما جيت المكان الويرد ده. طب حاول تفتكرها تاني. طيب كفايه كفايه. يا سيدوني كله تمام. هيرجعونا للشقاوة تاني. عاوز تنين على باب المطبخ، واحد على باب الزريبة، وانت اشرف. امر يا كبير. عاوزك تقعد تحرس هنا. لو عينك غفلت يا اشرف، همسكك السلك عريان. لا مسك مسك يا كبير. خلاص. انا اطلع انام لي ساعتين. لو اي حاجة حصلت بلغوني صحوني. بوه فين الوقت فزاع؟ فزاع مع البت الخواجاية يا كبير ملازمها كيف ما أمرت. انت هتفضل تبص لي كده كتير؟ لازم أمال إيه؟ يعني انت فاضي مش وراك حاجة تعملها؟ لا. طيب ممكن تفك لي الحبل شوية؟ ايدي هتتقطع. ايدي هتتقطع. يرضيك ايدي تتقطع؟ لا ما هيرضينيش يا ست شلي. لكن انا عبد المأمور. كنت فاكرك كده يا فيزو. مين فيزو ده؟ انت فيزو. بدلعك. مش عايزني ادلعك؟ فيزو. يا بلا ما اخده يا ست شلي. ليه ما فيش؟ طيب انا ايدي وجعاني بجد كل ده وما صعبتش عليك. فكني بقى.
أنا يا الجوز ولا عاش ولا كان اللي يربطك يا ست اشلي. تيار شفت ايدي؟ سلام عليها. ميرسي ان انت فكيتني، بس ممكن تجيب لي ميه عشان عطشانه؟ عشطانه من عليا الجوز. تفضل يا ست اشلي. ميرسي. ايه ده، بص العصفوره؟ فين؟ ليه؟ شش، وانتوا صوتكم هتفضحوني يا اغبياء. ما انت اللي لبست ده تكنيك. انا قاصد ايه الزفت اللي انت لابسيه يا عم؟ الزفت على دماغك ده. ايه هدرس ده؟ اوعى توماس. انت هتفضل هنا وتفضل مدور. مدور؟ مش قصدي مقلوز، قصدي مدور البيتش باجي. اوكي، وانا هاخد هدرس معايا نقتحم القلعه لانه عارف كل مداخلها ومخارجها. مداخلها بس؟ لا، اهبل برخصه. ليه؟ مداخلها هي مخارجها هي متخلف. يلا يا جماعه استعدنا على الشعب بالله، نظبط ساعتنا على ساعه 3 AM. لعبة أفلام لا تراجع ولا استسلام. فيلم قديم. لحظة عمر. ايه؟ 48 ساعة في إسرائيل. طبي. طب عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ ما عايز ساعة ظبطها من أساس. ايه يا جماعة ده؟ احنا بنلعب وأختي بتموت جوه يا جوني. خلاص. أشلي بتموت. خلاص توماس. أشلي يا حبيبتي يا أشلي. يا ترى نايمة ولا صاحية؟ توماس. عايشة ولا ميتة؟ أوف لاين ولا أون لاين؟ أشلي يا حبيبتي. أشلي أشلي يا جماعة، في عقبة كبيرة قوي ما كناش مفكرين فيها. إيه؟ هنعمل إيه في السور الهيوج ده؟ لا أنا جات لي فكرة دي برضو مهما كان أختي. عايز أروح نصطاد سمك ونحلق لها يا متخلف؟ لا يا جوني أنت مش فاهم. تعالى كده. ده بقى بتاع المهمات الخاصة، بيتعمل كده. اجرب انا اجرب. ايوه احنا في مولد هنا، اقعد هنا، مش ناقصة متخلفين وهبل. دو جوني. استعدنا على الشقة بالله. هنطاكيه. Don't panic, don't panic. هنعرف نعملها. Trust me, we can do it. أنا خايف، أنا خايف. ما تخافش. Trust me. يعني إيه؟ يعني ثق فيا. بجد هنعرف نعملها. بص يا سيدوني، روح أنت وسيبني. ما أقدرش يا هدرس، ما أقدرش. الطريق اللي ابتديناه سوا هننهيه سوا. بص في عينيا. بص في عينيا. 1 2 3. الحمد لله. اوه ماي جاد، هدرس ام بليدنج. يبقى لازم نطهر الجرح. لا، ده قدري. انا هستنى هنا، كمل لوحدك انت المشوار، وبليز ابقى احكي للناس حكايتي. لا، الطريق اللي بديناه سوا لازم ننهوه سوا. بص لي في عيني، بص لي في عيني. انا لسه قايل لك الكلام ده فوق دلوقتي، انت قلود قوي، مش ممكن. دي شافوه. Thank you.
انت استناني هنا وانا هطلع فوق، لو حسيت باي خطر يا هدرس اعمل لي صوت انثى لامه في موسم التزاوج. اوكي أشلي أنسر لي بقى. أنت بتعمل إيه هنا؟ ست أشلي بركة إنك هربتي، تعالي أوديكي لست توماس. أشلي ما ماتتش، قبضت عليها. قبضت عليها انت عبيطتك منها. أشلي ار يو اوكي؟ اوكي انا هكلم جوني. توماس حتى انت كمان طلعت ابل. او ماي جاد. الو او ماي جاد او ماي جاد، ايه اللي حصل؟ في صوت رزع وضرب، انا مش مطمن كده. جوني بيموت، جوني بيموت، جوني. خطوة عزيزة يا عمدة. يا كبير صدقني بجد انا كنت جاي عشان اخد فرشة سناني والكوتن بادز عشان وداني. اسكت ساكت، ده انت وجعتك مربربة يا ولد ابوي. اوعى تتهور، اوعى تتهور، انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتعمل وانت لساتك هتعمل. ما انت عملت يا سنيور، وانت تهدمت علي في داري. والله وقعت ولا حد سمع عليك. ها تحب نبتدي منين يا بسكويتي؟ Are you crazy؟ انت هتذبحني؟ هذبحك؟ ده انا هذبحك وانفخك واسلخك حي وقطعك قطيع واحبيك في سكاير سمنت وسخه. ارمي السلاح اللي في ايدك يا كبير. اي حركه هنضرب في المليان، مفيش داعي للمقاومه. مليان ايه وفاضي ايه اللي هتضرب فيه حظابط؟ انا كنت بعلم ولد ابوي العمده الجديد اصول المرجله والعموديه. ما يصحش برضك يعني يبقى العمده كيف شاكيري. كذاب، ما صدقوش حضرة الضابط، حتى سأل جوني. أيوة، دول كانوا خطفيني أز رهينة. صحيح الكلام ده مستر جوني؟ يا أخويا الكبير عمره ما يكذب أبداً. ده كان فيلم كنا عاملينه أنا وهو على توماس وأشلي عشان يعيشوا جو الأكشن. أفهم من كده بقى إن مفيش مشاكل وإن أنتم متفقين؟ طبعاً متفقين. ولا إيه يا كوكي؟ إكده يا جوني. إكده يا حضرة العمدة.